فيديو السابق تعلمنا كيفية تحديد الترتيب المطلق RS الجزيئات التي تحتوي على كربون كيرالي. في هذا الفيديو سنطبق نفس المفهوم عن المركبات الحلقية. إذا أخذنا نظرة على هذا المركب الحلقي نعلم أن هذا الكربون هنا هو الكربون كيرالي أو ستيريو سنتر أو أي شيء تريدون تسميته. هذا كربون ستيريو جينيك بتهجين SP3 مع أربع مجموعات مختلفة متصلة به. إذا هو يمثل مركز الكيرالية. السؤال هل هو هذا R أو S عند المركز الكيرالي؟ والإيجاد هذا يجب رسم هذا الجزيء مرة أخرى لنبين الروابط المهمة بالنسبة لنا. هذا مركز الكربون الكيرالي هنا وهو متصل مباشرة مع الكربون على اليسار، وهذا الكربون على اليسار مرتبط مع اثنان هيدروجين. أيضا لدينا كربون أسفل هنا، وهذا الكربون في الأسفل مرتبط مع اثنان هيدروجين وكربون آخر بهذا الشكل. إذا سرنا إلى الجانب الأيمن من الحلقة نعلم أن مركز الكربون الكيرالي مرتبط مع اثنان كربون والذي مرتبط مع اثنان هيدروجين. نسير للأسفل، هذا الكربون هنا وهو هنا مرتبط مع الهيدروجين وهو في رابطة ثنائية مع هذا الكربون أسفل هنا. وعند تحديد S أو R فمن المفيد أن نتظاهر أن هذا الكربون كأنه مرتبط مع كربونين آخرين، لكن في الحقيقة هو في رابطة ثنائية مع الكربون الآخر. هذا سيساعدنا عندما نريد إيجاد الأولوية لمجموعاتنا وأيضا مجموعة المثل مترابطة مع مركز الكيرالية. إذا سنضع مجموعة المثل مع الهيدروجينات، ومن ثم لدينا هيدروجين آخر يسير بعيدا عنا في الفراغ. إذا لدينا الآن هذه الأربع مجموعات، لنرى إذا كان بالإمكان تحديد الأولوية. أول شيء سنقوم به هو أننا ننظر للذرة المرتبطة مباشرة مع المركز الكيرالي. إذا هنا الكربون مرتبط مباشرة معه، وهناك الهيدروجين وهناك الكربون وهناك أيضا الكربون. نعلم أن الكربون لديه عدد ذري أكبر من الهيدروجين، إذا مباشرة الهيدروجين سيكون المجموعة الأقل أولوية من الأربعة، لذا سأضع أربعة من حيث الأولوية للهيدروجين. لدينا تعادل مع ثلاث ذرات كربون، لذا إذا كان هناك تعادل يجب مواصلة السير. إذا نظرنا إلى الذرات المتصلة مباشرة مع هذه الكربونات، الكربون العلوي متصل مباشرة مع ثلاثة هيدروجينات. إذا سأكتب ثلاث هيدروجينات هنا. هذا الكربون على اليسار متصل مباشرة مع هيدروجين وهيدروجين آخر وكربون أيضا. سأضع الكربون أولا، إذا كربون هيدروجين هيدروجين، لأن الكربون لديه العدد الذري الأكبر. الكربون على اليمين أيضا مرتبط مع هيدروجين وهيدروجين وكربون، إذا سيكون كربون هيدروجين هيدروجين. الآن لنرى إذا كان بالإمكان تحديد الأولوية. حسب ما قمت به إلى الآن سننظر إلى أول ذرة وهي الهيدروجين في مقابل الكربون، وأيضا في مقابل الكربون من الواضح أن الكربون له الأولوية. الكربون هو الأعلى في العدد الذري، إذا يمكن أن نقول مجموعة المثل هذه تأخذ الأولوية الثالثة لأن لديها قيمة العدد الذري الأقل. الآن ما زال لدينا تعادل، لأنه إذا تابعته عندها يجب مقارنة الهيدروجين مع الهيدروجين والهيدروجين مع الهيدروجين. إذا لا نعلم، يجب أن ننتقل إلى الذرة التالية هنا. إذا انتقلنا إلى الكربون التالي، ما الذي موصول به؟ لدينا الهيدروجين هنا وأيضا لدينا هيدروجين وكربون. إذا سأكتب كربون هيدروجين هيدروجين. الآن ما الذي يرتبط بهذا الكربون؟ مرتبط به كربون كربون هيدروجين. إذا كربون كربون هيدروجين. وإذا بحثنا عن النقطة الأولى في قاعدة الاختلاف مرة أخرى، هذا الكربون في مقابل الكربون، لذا هو هذا تعادل. وعندما ننتقل إلى النقطة الثانية لدينا الهيدروجين في مقابل الكربون، لذا الكربون له الغلبة. إذا هنا أولا لأن لديها العدد الذري الأكبر سأحدد رقم واحد في الأولوية لهذا المسار حول الحلقة من اليمين هنا، والمسار حول الحلقة هنا سيكون لديه أولويتين. والآن يمكن تحديد الترتيب المطلق. لذا إذا عدنا هنا للرسم على اليسار سنقول أن هذا رقم واحد بالأولوية وهذا لديه رقم اثنان بالأولوية. مجموعة المثل لها الأولوية الثالثة، ويمكن تجاهل الهيدروجين بما أنه بيسير بعيدا عنا في الفراغ، لذا هذا سيسير بهذا الشكل وهو بالتأكيد مع قارب الساعة. ولهذا هذا يعتبر R. إذن هذا سيكون R.
حسنا لنفحص مثال آخر حيث نحدد ما حددناه لمركب حلقي آخر. هنا لدينا جزيء يسمى كارفون، إذا هذا يسمى كارفون، والكارفون إذا هذا كارفون، والكارفون لديه مركز كيرالي واحد وهو هذا الكربون هنا، إذا هذا هو مركز الكيرالية. الآن ما هو الترتيب المطلق عند هذا المركز الكيرالي؟ مرة أخرى من المفيد أن نرسم كل الذرات إذا كان هذا المركز الكيرالي. إذا كان هذا المركز الكيرالي سنقول هذا يمثل المركز الكيرالي بهذا الشكل، وإذا صرنا للأعلى هذا الكربون يترابط مباشرة مع كربون آخر، والذي يترابط مع اثنان من الهيدروجين هكذا. وهنا لدينا كربون في مجموعة الكربونيل، هذا كربون هنا وهو مترابط مع الكربون على اليمين، وهو في رابطة ثنائية مع الأكسجين. إذا يمكن استخدام نفس الحيلة من قبل، يمكن التظاهر أنه مترابط مع اثنان من ذرات الأكسجين المختلفة. وإذا عدنا إلى المركز الكيرالي نرى أنه خارج باتجاهنا. ماذا لدينا خارج باتجاهنا؟ لدينا الكربون مترابط بشكل مباشر مع كربون آخر. إذا الآن نحن هنا، وذلك الكربون مترابط مع كربون في الأعلى هنا، وهو في رابطة ثنائية مع الكربون في الأسفل هنا. إذا مرة أخرى يمكن أن نتظاهر أن هناك ذرتي كربون في الأسفل هنا بهذا الشكل، وكلما سرنا بهذا الشكل نعلم أن المركز الكيرالي يترابط مع كربون آخر هنا، والذي هو مترابط مع ذرتي هيدروجين، وهذا الكربون مترابط مع كربون آخر على اليمين، وهذا الكربون هو برابطة ثنائية مع هذا الكربون. لذا مرة أخرى يمكن التظاهر أنه مترابط مع ذرتين مخدرتين مختلفتين من الكربون. هناك أيضا هيدروجين مترابط مع ذلك الكربون. إذا الآن بعدما رسمت كل شيء لنرى إذا كان بإمكان إيجاد الأولوية للمجموعات، وأيضا نحتاج لإضافة الهيدروجين هنا والذي يسير بعيدا عنا، لهذا لم أفكر به حتى، لكن ذلك الهيدروجين يسير بعيدا عنا. يمكن تعيين هذا مباشرة كرقم 4 من حيث الأولوية، لأنه مرة أخرى نقارن الذرات التي ترتبط مباشرة مع المركز الكيرالي وهي الكربون 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 والهيدروجين. إذا الهيدروجين سيكون لديه الأولوية 4. مرة أخرى لدينا تعادل بين كل هذه الكربونات هنا، لذا نريد معرفة ما هو متصل مع هذه الكربونات. إذا ما الذي مرتبط مباشرة مع الكربون في الأعلى هنا؟ هناك الهيدروجين والهيدروجين والكربون. إذا ستكون كربون هيدروجين هيدروجين. ما الذي مترابط مع هذا الكربون هنا على الوتد؟ إنها كربون وكربون وكربون. إذا لدينا كربون 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 وإذا صرنا هنا على اليمين، ما الذي مترابط مع هذا الكربون؟ لدينا هيدروجين هيدروجين وكربون. إذا سنكتب كربون هيدروجين هيدروجين. لنفحص أول نقطة اختلاف، نعلم أنه إذا نظرنا إلى المجموعات فإن كلها لديها كربون. هذا لا يساعدنا كثيرا. إذا ننظر إلى الهيدروجين في مقابل الكربون، في مقابل الهيدروجين مباشرة نعلم أن الكربون سيغلب هذا هنا، سيربح الجولة، لأن الكربون يغلب الهيدروجين بالعدد الذري. هذه المجموعة التي تخرج من الوتد باتجاهنا ستكون رقم 1 من الأولوية. إذا هذه المجموعة ستكون رقم 1 بالأولوية. وإذا وصلنا نرى أن هناك تعادل هذه المجموعتين الأخرى، إذا يجب المتابعة للكربون التالي. إذا لنتابع ولننظر ما الذي مترابط مع الكربون التالي. لدينا هذا الكربون هنا، حسنا هناك ذرتي أكسجين وكربون. إذا هذا سيكون أكسجين أكسجين كربون، وهذا الكربون هنا يحصل على كربون هيدروجين. إذا كربون هيدروجين. من له الغلبة من هذه؟ حسنا لدينا الأكسجين في مقابل الكربون، الأكسجين لديه عدد ذري أكبر من الكربون، لهذا نقول أن هذه المجموعة بالأعلى لها أولوية أكبر من المجموعة في الأسفل. إذا هذه المجموعة العليا تحصل على رقم 2، والمجموعة السفلى هنا تأخذ رقم 3. إذا عند وضع هذه على الهيكل هنا نعلم أن المجموعة هنا على الوتد لها رقم واحد بالأولوية، والمجموعة على هنا مع الكربونين لديها رقم 2، والمجموعة السفلى هنا تأخذ رقم 3، والهيدروجين المبتعد عنا يأخذ رقم 4.
إذا درنا بهذا الشكل سيكون لدينا 1، 2، 3. إذا نحن ندور مع عقارب الساعة، لذا هذا R. إذا هذا R كارفونيلز كارفون، آسف، سأكتب هذا هنا R كارفون. هذا لأنه انشمار ال R للكارفون، لنرى إذا كان بالإمكان رسم صورة المرآة للكارفون. سأعكس هذا الجزيء على المرآة. على ماذا سنحصل إذن؟ إذا عكسناه على المرآة سأرسم مرة مرآة هنا. حسنا، بهذا الشكل، ونعلم أن مجموعة المثل ستكون هنا وهي متصلة مع الحلقة. إذا سأرسم الحلقة بهذا الشكل، وعند انعكاسها على المرآة فإن الرابطة الثنائية ستكون هنا والكربونيل سيكون هنا. وهذا سيكون الكربون الذي له هذه المجموعة الخارجة باتجاهنا. إذا سيكون هذا إنانشيومر للكارفون. يجب أن يكون الكارفون S. إذا سأكتب S كارفون هنا، كارفون. ولنحدد الأولويات ولنرى إذا كان هذا متوافق مع ما نعرفه، نعلم أن هذه المجموعة الخارجة باتجاهنا لديها الأولوية الأولى، ونعلم أن هذه المجموعة لها الأولوية الثانية. هذه هنا ستكون الأولوية الثالثة، ونعلم أن هناك هيدروجين يسير بعيدا عنا. إذا هناك هيدروجين يسير بعيدا عنا، إذا هنا الأولوية الرابعة. بأي مسار سنسير؟ سنسير هكذا، 1، 2، 3. سنسير بعكس عقارب الساعة. إذا هذا S. إذا أثبتنا أن هذا يمثل الصيغة البنائية للإنانشيومر أو للإس كارفون. الآن هناك طريقة أخرى لتمثيل الإنانشيومر. يمكن أن نبدأ مع الرسم الأصلي. إذا طريقة إس كارفون ستكون بالبدء مع الرسم الأصلي هنا، وهذه المجموعات هذه المجموعات، وكل ما يجب عمله هو تغيير الوتد إلى الشرطة. إذا إذا غيرنا الوتد إلى الشرطة سنحصل على هذا الجزيء، وهذا سيكون أيضا إس كارفون. يمكن طبعا، إذا هذان الجزيئان هم متكافئان. ممارسة هذا والاقتناع به يمكن عمل هذا. الآن الشيء المثير للاهتمام في الكارفون آر والكارفون إس أنهما إنانشيومر لبعضهم البعض، لكن لديهم روائح مختلفة. آر الكارفون الكارفون آر له رائحة مثل النعنع السنبلي. سأكتب هذا، الكارفون آر لديه رائحة النعنع السنبلي. والكارفون إس لديه، إذا هنا سبير مين، رائحة بذور الكراوية للإس كارفون. إذا الكيرالية هي طبيعية، والمستقبلات في أنوفنا هي أيضا كيرالية. وحقيقة أن هذان الجزيئان تعطينا روائح مختلفة، تدلنا أن هناك إنانشيومرز عمليا تحجب مستقبلات معينة في أنوفنا وتعطينا روائح مختلفة. لذا في الطبيعة المركبات تكون بشكل ثلاثي الأبعاد، وهذا أحد الأسباب الذي يجعل دراسة هذا الموضوع مهم جدا. نراكم.